يسعدني النهاردة أن أرحب بالزميلة العزيزة والصديقة العزيزة أستاذة الدكتورة هويدة مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والمخرج القدير الأستاذ هاني فرحات من التلفزيون المصري، الحقيقة الأساتذة بتوعكم سواء الدكتور مصطفى زيدان أو الدكتور سعيد النادي أو الهيئة المعاونة فوزي وغيره، بشكرهم جدا على إنهم بذلوا مجهود في 13 مشروع علموكم كيف تكون الممارسة المهنية للعمل الإعلامي. أنا بحيي كل الزملاء، بحيي أستاذ هشام سامي المدير للفيديوهات اللي عندنا، باسمكم جميعا بحيي الأستاذ محمد العبيزي نائب رئيس مجلس الإدارة اللي عمل معنا شغل كبير جدا. استمتعوا بيومكم، يا رب يكون الدكتورة تفرحنا آخر اليوم بتقول الولاد عاملين شغل. زمايلكم في العام الماضي فازوا بالمركز الأول من بين 146 جامعة على مستوى العالم العربي. تخيل انك انت مع الاسكندرية معهد الإعلام تفوز بالمركز الأول، ده كان شيء بديع وشيء رائع جدا إن احنا حققنا هذا المركز العام الماضي. من جد وجد ومن صار على الدرب وصل، وخير السبل سبيل العلم. تلك الكلمات التي ننهي بها فعاليات مناقشة مشاريع التخرج مع الأستاذ الدكتور عميد معهد الأسكندرية العالي للإعلام فوزي عبد الغني. بنرحب بحضرتك. أهلا بيكي، أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب دكتور فوزي، عايزين نعرف ايه رأي حضرتك في مشاريع التخرج النهاردة؟ الحقيقة طبعا احنا النهاردة عاملين مهرجان وفرح داخل المعهد، لان احنا استضفنا النهاردة عناصر شديدة التميز من أساتذة الكبار، مشاريع قسم الإذاعة حوالي 13 مشروع بتتفضل بمناقشتهم الأستاذة الدكتورة أستاذة الإذاعة والتلفزيون هويدة مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأستاذ هاني عبد الفتاح فرحات المخرج الكبير أو كبير مخرجين في تلفزيون اسكندرية، بالإضافة إلى وجود الأستاذ الدكتور طه نجم مع اثنين من كبار الصحفيين أستاذ نبيل أبو شال وأستاذ عصام عامر، اللي بناقشوا أربع مشروعات صحافة، بالإضافة إلى لجنة العلاقات العامة بتناقش 8 مشاريع مهمة بوجود الأستاذ الدكتور محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة الشهير في كلية الإعلام. أضيف إلى ذلك الأستاذ محمد إسماعيل المدرب الدولي، بالإضافة إلى أستاذ علاء حسب الله اللي هو مسؤول عن الإعلانات في شركة يونيليفر. قد إيه المشروعات كانت مهمة، علمت الطلبة بتوعنا من النقاش الجدي اللي موجود كيف يكون إعلامي مهني. إحنا ده اللي إحنا عايزينه، إن الطالب يكفي إنه الناس بتوع صحافة هم بيتكلموا معهم بيقولوا أنت الآن أصبحت زميل، لأنه المشروعات قد إيه كانت جيدة وقد إيه كانت مشروعات مهمة اتعلم فيها الطالب كيف يكون إعلامي ناجح في مجال التخصص، وده الهدف اللي احنا كنا عايزينه. طيب دكتور فوزي، مع حضور كافة الكوادر العظيمة اللي بتشرفنا النهاردة في معهد الأسكندرية العالي للإعلام، حضرتك من وجهة نظرك شايف إلى أي مدى مشاريع التخرج هي بتساعد الطلاب إن هي تؤهلهم لسوق العمل فيما بعد؟ يعني أنا شفت النهاردة مشروعات معمولة عن الثانوية العامة، اللجنة اللي كانت موجودة والمجموعة طبعا بتاع الثانوية العامة اتعرض في فيلم مهم جدا في الإذاعة، كمان اتعمل فيلم عن 100 مليون صحة، شفت أنا يعني موضوعات مهمة جدا. شفت في قسم العلاقات العامة الدكتور هاني الخطيب عامل
تدريب للطلبة إزاي يعملوا مشروعات، ممكن المشروعات دي تعلم الطالب أن يركب يعمل مكعبات، تعمل لك برج، تعمل لك مظاهر حضارية، تعمل لك هرم، تعمل لك حاجات زي كده. ده مطلوب. الدكتور محمود يوسف قال ابعتوه الوزارة علشان يعملوا ياخدوا الفكرة دي ويبدأوا يطبقوها على الطلاب. أنا شايف أن اللي حصل النهاردة ظاهرة تشير إلى أن احنا ماشيين على الطريق بشكل كويس جدا، بنعلم الطلبة بتوعنا كيف يبدعون وكيف يكونوا مهنيين. ده الهدف. طيب دكتور فوزي، في ظل الظروف اللي احنا فيها خاصة في المنظمات التعليمية عدت بفترة صعبة في ظل أزمة كورونا، وإن كان في صعوبات كتير بتواجه الطلاب، حضرتك شايف إن الطلاب فعلا في مناقشة مشاريع التخرج النهاردة وفي شغلهم في مشاريع التخرج قدروا إن هم يتخطوا الصعاب والمشكلات، ولا في حاجات ما تمش توظيفها بشكل كويس؟ لا، هو طبعا يعني رغم الإشكاليات ورغم موضوع كورونا إلا أني يعني أنا شفت النهاردة في مجلة كلمات اللي بتصدر عن قسم الصحافة، الولاد عاملين لقاءات مع وزيرة الثقافة، وعاملين لقاءات مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعاملين لقاءات مع وزير الشباب والرياضة، وعاملين لقاءات مهمة جدا رغم وجود مشكلة كورونا، إلا أنه ده لم يحول بين الطلاب وبين استكمال هذه اللقاءات وهذه الموضوعات. استخدموا في الصحافة الكاميرات بشكل جيد جدا، وتصوروا مع المسؤولين اللي أجروا معهم الحوارات، قدموا لنا مجموعة من أفلام القصيرة والأنيميشن بشكل رائع جدا، قدموا لنا برنامج يعني وظائف، وبرنامج وقدموا لنا فكرة شادو، وقدموا لنا يعني كيف تتعاملين مع الناس اللي عندهم مشاكل في القامة وفي الحاجات اللي زي دي. لا يعني أنت أمام موضوعات حديثة وجديدة، استطاع طلاب معهد اسكندرية العالي للإعلام أن يقدموها، وبالتالي احنا هنشارك مرة تاني زي ما فزنا السنة اللي فاتت على مستوى الشارقة ودولة الإمارات العربية، زي ما فزنا بالمركز الأول، السنة دي أنا أعتقد أن احنا هننافس مرة تانية على المركز الأول على مستوى العالم العربي إن شاء الله. طيب دكتور فوزي، اختتاما لفعاليات مناقشة مشاريع التخرج للفرق الرابعة النهاردة، حضرتك حابب توجه لهم كلمة أخيرة إيه؟ يعني أنا بشكر الطلاب الحقيقة اللي استوعبوا الدروس المختلفة وقدموا لنا منتج تعليمي هائل جدا، سواء في الإذاعة أو في الصحافة أو في العلاقات العامة. بشكر الأساتذة اللي أشرفوا على المشروعات المختلفة، بشكرهم بجد، قدموا لنا مشروعات خلوا اللجان منبهرة بالموضوعات التي تقدم بها الطلاب في مشروعات التخرج. يعني بشكر الإدارة ممثلة في الأستاذ العبيسي نائب رئيس مجلس إدارة والدكتور محمد فاروق رئيس مجلس إدارة، بشكرهم لأنهم الحقيقة قدموا الدعم المستمر، وما فيش حاجة كانت كنا احنا عايزينها إلا وهم لبوا النداء. اللجنة النهاردة الناس عميدة كلية الإعلام والدكتور طه نجم من جامعة اسكندرية، قد إيه أعربوا عن شكرهم وتقديرهم وانبهارهم بالمكان ده الجديد اللي احنا عملنا فيه نقلة وتطوير كبير. طيب نشكر حضرتك دكتور فوزي النهاردة معنا، وتلك كانت اختتام فعاليات مناقشة مشاريع التخرج اليوم للفرقة الرابعة بجميع أقسامها.